والمشروع هو القص، وقد جاء الأمر بذلك في خصوص الشارب في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب، وفي رواية أخرى له قال أنهكوا الشوارب، وفي رواية لأبي هريرة في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم دزوا الشوارب. فهذه الأحاديث دالة على أن القص الذي هو من سنن الفطرة هو الجز والإحفاء والإنهاك، بمعنى أنه لا يستأصله بالكلية، فلم يقل احلقوا الشوارب، إنما قال جزوا، خف، أنهكوا، أحفوا، وهذا لا ليس حلقا، إنما هو أن يتتبع أصول الشعر في النابت على فوق الشفة العليا بالمقص أو بنحوه مما يخففه ويذهب غلظه وكثافته دون أن يحلقه، فلم يقل صلى الله عليه وسلم احلقوا الشوارب. ومعلوم أن الحلق يختلف عن الجز والإنهاك والإحفاء والقص، فلذلك الذي عليه التحقيق الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم فيما يتعلق بالشارب أن السنة فيه الإحفاء والجز والقص وليس الحلق. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الحلق مثلى، أي أن فعله مما ينهى عنه الإنسان، فإنه نوع من التمثيل بالشخص أن يحلق شاربه، أن يستعمل الموسى بإزالة الشعر النابت على الشفة العليا. وبعض أهل العلم ومنهم الحنفية يرون أن الحلق هو السنة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن السنة هي ما دلت عليه الأحاديث من أنه يبالغ في أخذ شعر الشارب دون حلقه، والله أعلم. بارك الله فيكم.